السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة العائلة. فيديو جديد ان شاء الله، فيديو ديال نهار الجمعة. جمعة مباركة لكم كاملين، دعوات مستجابة ان شاء الله. وان شاء الله اليوم رجعنا لكم فيديو جديد. في هذا الفيديو تنقدموا معكم كسكسو ديال نهار الجمعة. نتمنى يعجبكم، الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وديروا لايك للفيديو طبيعة الحال الى عجبكم فضلا وليس امرا. ويلا نبداو الفيديو ديالنا معكم على بركة الله. غادي نقدمو معكم، غادي نسجد معكم ماما كسكسو ديالنا اللي غادي نديرو بالتفاية والخضرة. جا الصراحة غزال بزاف، خليكم مع الفيديو ويلا نبداو الفيديو ديالنا على بركة الله. هنا ماما جات تقد معكم كسكسو ديالنا، فما كاينش اللي ما كيعرفش يدير كسكسو. ويا المبتدئات، كما شفتو ضفنا هنا الدجاج، ودابا غادي نضيفو العطرية. هنا غادي نضيفو سكنجبير، من بعد غادي نضيفو الخرقوم. المهم العطرية ديال الكسكسو راه معروفة. هنا غادي نضيفو شوية ديال الزعفران، منكتروش بزاف. هنا القليل من الزيت، شويه ديال الملحه، صافي. غادي نحطو البرمه ديالنا تشحر مزيان. بالنسبه للخضره ها هي كما شفتي، يعني نقيناها. هذا هو الكسكسو ديالنا، غادي نقادوه. درنا فوق شويه ديال الملحه، غنضيفو شويه ديال الزيت ونفتلوه دابا مزيان. صافي. وهنا غادي نضيفو فوقو شويه ديال الماء، وغادي نديرولو نديروه يتفور. بالنسبه للبرمه ديالنا كما شفتو حطيناها حتى كتشحر، حتى كتشحر مزيان. عاد غادي نضيفو هنا الخضره الاخرى، الخيزو، الكرعه، المكور، كلشي. ودرنا هنا حنا واحد بطاطا، صافي. المهم درنا لها المرقه ديالها، يعني مرقنا البرمه ديالنا. ومن الفوق درنا الكسكسو ديالنا حتى هو يتفور. غادي نفوروه بطبيعه الحال ثلاثه ديال التفويرات، راه باينه. هنا هذه هي كما شفتي، يعني خلينا الكرعه، من بعد غادي نضيفو من بعد ما طفنا مكور وخيزو وبطاطا. هنا عندنا هذه هي التفويره الثانيه، هذه التفويره الثانيه كما شفتو. صافي، حتى هو نفتلوه بهذه الطريقه هذه. المهم باش ما يبقى لكمش هكا معجن، خذوا شي طراب بحال هكا وحاولوا انكم تفتلوه بهذا الشكل هذا، باش ما كيبقاش كاع معجن ولا في داك الحبيبات. يعني كيجينا الكسكسو ديالنا مفتول مفسوخ كامل. هنا غادي نضيفو شويه ديال الماء وصافي. كما شفتوا غادي نخلطو بهذه الطريقه هذه، وغادي نرجعوه يتفور عاوتاني التفويره ديالو. نبقاو نضيفو بحال هكا، ملي تشوفو تفت هكا ونشف من الماء زيدولو شويه ديال الماء وخليوه حتى يشرب مزيان. هنا غادي نغطيوه بشي حاجه وغادي نخليوه يشرب مزيان. كما قلت لكم غادي نخليوه هكا، نغطيوه بشي حاجه ونخليوه يشرب. صافي، نجبنا الكوكوط. المهم هاد الطريقه هادي هي اللي زوينه بزاف باش هكا تغيطي لكم التفايه. المهم هنا عندنا الحمص، المهم هنا عندنا الحمص، يعني سلقناه حتى طاب مزيان كما شفتوا، يعني طايب كامل. غادي ندير واحد الطريقه اللي هي كيجي يعني دغيا كطيب فيها التفايه، يعني تقى واحد بلا ما نبقاو هكا هكا نتعطلوا ولا شي حاجه، وتقى واحد غادي نطيبوا كلشي. هنا غادي نضيفوا البصله اللي قطعناها وشرائح بحال هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. نبان لكم درنا بزاف ديال البصله، ولكن راه ملي كطيب يعني كطيح كامله، كيولي غير شويه. صافي، غادي نضيفو عليها شويه ديال المرقه ديال الكسكسو، يعني غادي نضيفو كلشي في دقه واحده، ما نبقاوش نديرو بالتدريج.
هنا غادي نضيفو شويه ديال الملحه، عاوتاني غادي نضيفو هنا القرفه، ملعقه كبيره ديال القرفه، يعني بهذه الطريقه هذه غادي نديرو كلشي في دقه واحده. هنا غادي نضيفو السكر، وغادي نضيفو كما شفتو ضفنا الزبيب، يعني كلشي درناه في دقه واحده. صافي غادي نقفلو الكوكوط ديالنا وغادي نخليوه حتى يطيب داكشي مزيان، وهكا كيكون طاب لينا كلشي في دقه واحده. هنا كما شفتو من بعد ما شربنا الكسكسو ديالنا، المهم وفورنا هذه كانت التفويره الثانيه، تو كما شفتو يعني طايب ومفسوخ كامل. ودار ما نزيدو له التفويره، انا درنا جوج تفويرات، غادي نزيدو له التفويره الثالثه ملي نحطو الكراعه ديالنا. حنا دابا غادي نديرو التفويره الثالثه، وها حنا كما شفتوا سرينا التفويره الثالثه. دابا الكسكسو ديالنا كله طايب ما شاء الله، جا غزال. حنا غادي نضيفو فوقها الماء، شويه ديال الزيت البلديه، دابا نرجعو يتفور غير شويه. صافي حتى الكسكسو ديالنا كامل طايب، غادي نرجعو نتفور غير شويه وصافي كيكون الكسكسو ديالنا واجد. هنا من بعد ما طابت لنا يعني المريقه ديال نجيب معكم دابا البرمه، بعد ما طابت لنا المريقه كامله ديال الكسكسو غادي نضيفو دابا الكرعه، حيت يعني الكرعه دغيا كطيب، يعني ما كتاخذش وقت بزاف. شويه ديال الزيت البلديه وغادي نمرقو هكا البرمه ديالنا ونرجعوها طيب. هنا الكسكسو حتى هو هو كامل كما شفتو يعني طايب مزيان. صافي غادي نرجعو غير يتفور غير شويه هكا غير من فوق البرمه باش يبقى سخون وصافي، ما هو راه طايب. صافي وقرب يجي الكسكسو ديالنا ونوريه لكم ان شاء الله كيفاش. بعد ما طاب الكسكسو ديالنا وصافي صلينا، دابا جينا باش ناكلو الكسكسو ان شاء الله. المهم الكسعه ديالنا حتى انا فيها كسكسو، بالنسبه للتفايه هي طيبه، يعني طيبنا كلشي في دقه واحده كما وريتكم ديك الطريقه سهله بزاف، يعني دغيا. صافي هنا غادي نضيفو الدجاج كما شفتو صافي، وغادي هكا غادي نسقيو الكسعه ديالنا كامله ان شاء الله.
هانتوما الكسيعه ديالنا حنا كنسقيو فيها ما شاء الله كسكسو جلديد بزاف حقكم في الجنه جا غزال ما شاء الله. جمعه مباركه ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو ولا يعجبكم ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وديروا لايك للفيديو طبيعه الحال الا عجبكم ومن الاعجاب ديالكم. ونتمنى الصراحه يعجبكم هذا الفيديو. بالسلامه عليكم، نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. جمعه مباركه لينا وعليكم.